فنحن اليوم بحول الله في اللقاء الثاني من منزلة المحبة، ولو بقي الإنسان عمره كله وهو يتحدث أو يستمع إلى ما ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل لما أنهى هذا المجال وينتهي العمر دون ذلك، لأن محبة الله عز وجل بحر زاخر، من خاضه وجد من العمق فيه ومن الدرر ما لا يستطيعه إلا غواص مؤيد بالله عز وجل ومسدد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتحدث عما أحببت أن أفصل فيه في هذه الحلقة الثانية من منزلة المحبة، أشير إلى إشكال قد يطرح، وهو قد ذكر في كتب القدماء أو بعض القدماء، وذلك أن بعضهم عارض بين مفهوم المحبة ومفهوم الخوف والرجاء، وقد أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق إشارة لطيفة خفيفة ولم أفصل، إذ ذكرت أن ابن القيم رحمه الله اعتبر ذلك واحدا، ومن كلماته الجميلة أنه قال رحمه الله: الخوف سائق، والرجاء حاد، والمحبة مركبة. فلا بد من هذه الأشياء جميعا، السوق، والمقصود هنا بالسوق ساق يسوق سوقا فهو سائق، سوق البهائم، لأن الإنسان السالك أو المسافر في القديم إنما كان يركب، الراكب يركب إبلا أو حصانا أو ما قدر له أن يركب، ولا يكون السائق في هذا المعنى إلا حاملا لأداة السياقة، وأداة السياقة آنئذ هي العصا، فالسائق يخوف الدابة بعصاه ويسوقها ويسوسها، ولذلك قال: الخوف سائق في طريق الله، أي أن العابد يحتاج وهو سائر إلى ربه إلى شيء يسوقه، ذلك السوق هو الترهيب الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، الترهيب من عذاب الله نجانا الله وإياكم منه. فتلك هي عصا السوق التي تسوق المؤمن الذي يؤمن فعلا بالنار ويؤمن بعذاب الله ويؤمن بعذاب القبر وبالحساب والعقاب، نجانا الله وإياكم من ذلك كله أجمعين. الخوف سائق. قال: والرجاء حاد. وقد أشرت إلى أن الرجاء إنما سمي حاديا لأن الحداء هو ضرب من الغناء عند العرب، فكان الإنسان العربي قبل الإسلام وفي الإسلام كما في صحيح البخاري يحدو الإبل حداء، أي ينشد لها الأشعار ويلحن لها ويطربها تطريبا لتسرع في السير. فإذا حداك الحادي فمعنى أنه غنى وأنشد لجملك أو لإبلك كي تنصت إلى جمال الصوت وتسرع الخطى. ففرق بين سوق بالعصا وسوق بالألحان، الأول يخيف والثاني يطرب، ولذلك الرجاء أن تطمع فيما عند الله من فضل، وأن تسمع إلى آيات القرآن التي تفصل جمال الجنة ونعيمها. والمؤمن لا بد له من الأمرين، لا بد له منهما معا، لأن النفس بين إقبال وإدبار، بين جزر ورجع، أحيانا لا ينفعها إلا الخوف، وأحيانا أخرى لا ينفعها إلا الرجاء. إذا كثر الخوف على النفس ضجت وصارت إلى اليأس والقنوط، شدة الخوف تؤدي إلى يأس وقنوط، وإذا قل الخوف إلى درجة الانعدام سابت النفس وطغت من الطغيان، فتحتاج إلى خوف، ولكن هذا الخوف مؤدب بالرجاء، مندا من التندية والندى بالطمع فيما عند الله من خير. فإذا كنت تسير بهذين الأمرين فإنما المركبة التي تركبها هي محبة الله عز وجل، هي التي تسير، لأن الإنسان إنما يسير حقيقة إذا كان محبا، لا يستطيع أن يقاوم إغراء الشيطان في هذه الدنيا الفاتنة التي تصب فتنها من كل حدب وصوب، لا يستطيع إنسان أن يصد كل ذلك عن قلبه إلا إذا كان ما في قلبه من محبة أكبر بكثير
من إغراءات الشيطان ومن وساوسه ومن جميع شهوات الحياة الدنيا. إذا فاقت المحبة لله محبته للدنيا وكل ما فيها، حينئذ لا يرى الخير والجمال إلا فيما عند الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما قيل له: لو اتخذنا لك وطاء يا رسول الله، أحد الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ من نوم أو قيلولة بالأحرى، وقد حز الحصير على صفحة وجهه وعنقه. النبي صلى الله عليه وسلم انعس على حصيرة، حصير بال، حصيرة بالية قديمة ديال السعف ديال النخل، دوم ديال النخل، وهو شديد خشن وليس كحصير هذا الزمان. وإذا قدم، إذا بلى، صار أشد خشونة. فنام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وليس بينه وبينه شيء، ما بينوش بالحصيرة شي مطربة ولا شي فراش رطب ولا شي منطة ديال مزافيل إطلاقا، ولكن نام على هذا الحصير الشائكي. فاستيقظ من نومه وقد حز الحصير على صفحة عنقه ووجهه، فتأسف الصحابي الجليل وقال: لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا تنام عليه يا رسول الله. فأجابه: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لم تملأ الدنيا قلب رسول الله في شيء عليه الصلاة والسلام، لأن حب الله وحب ما عند الله كان قد ملأ عليه كل قلبه، فلم يبق له شيء من قلبه يعطيه لهذه الدنيا، إذ أعطى الكل لله عز وجل. وقد ذكرت الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحصة السابقة حينما قال: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. والخلة هي المحبة العليا، المخاللة، المخالطة، لأن محبة الله خالطت قلب رسول الله، فلا ينفك قلبه عن حب الله إطلاقا. وهو أعلى مثال في تفسير قوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو نبي الذين آمنوا، سيد الذين آمنوا ومرشدهم. أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يبلغ أحد من العالمين ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من درجة العبادة والرفعة والقرب والاقتراب من رب العالمين ذكرا وشكرا ومحبة لله الواحد القهار. إذن لا ينبغي لمؤمن أن يتصادم مفهوم الخوف عنده ومفهوم المحبة، فهما سواء، هما سواء. وقد بينت أن الخوف حينما يذكر في القرآن لا علاقة له بالخوف الذي يذكر في المجال الاجتماعي بين الناس. خوف الإنسان من أمور الدنيا لا علاقة له بخوف الإنسان من الله. هذا أي الخوف الذي يتعلق بأمور الدنيا، خوف الناس، خوف الحيوانات، خوف الحشرات السامة، خوف الضياع، خوف عادي من العادة. أما خوف الله فهو خوف عبادي من العبادة، وللعبادة حلاوة، لها حلاوة. فإذا كانت العبادة لها حلاوة، وإن لها لحلاوة، فإن خوف الله بهذا المعنى له حلاوة. أما الخوف العادي فلا حلاوة فيه، بل فيه اضطراب، وفيه اهتزاز، وفيه عدم الثقة بالنفس، وفيه من الأدواء ما قد يدمر النفس تدميرا لا تقوم بعده إلا بشفاء يأذن به الله عز وجل. وقول من قال مما أثر في بعض الكتب وأشك في نسبته إلى من نسبوه إليه، كلام ينسب إلى رابعة العدوية ويحتاج إلى إثبات في دليل أنها قالت هذا، وهو كلام باطل، قالته أو لم تقله، سواء قالته هي أو قاله غيرها، لأن العصمة إنما هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والفاطن من تمسك بالسنة ونظر إلى أقوال الرجال بمنظار السنة. لا يستقيم لمؤمن شيء في عبادته لله إلا إذا أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، بل وأرفع ما في ذلك،
محبة الله. ألم يقول الله عز وجل في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يرغب في المحبة حقا وصدقا فإنما عليه الاتباع، فإذا اتبع نال المحبة. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب، والتركيز على المحبة، لا يحب الكافرين. نسأل الله العافية من أن نكون ممن يبغضهم الله عز وجل. القول الذي أشرت إليه هو قولهم: إن كنت في مخاطبة رب الكون، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، وإنما أعبدك لأنك أهل لذاك. أقول هذا تلبيس إبليس. اقرأوا كتاب ابن الجوزي رحمه الله، تلبيس إبليس أو نقد العلماء، له أيضا اسم آخر نقد العلماء. يعني الشيطان أحيانا يلبس على العباد، يلبس عليه، سواء هذا الكلام نسب إلى ربيعة أو رابعة أو نسب إلى غيرها، لا يهمنا الآن لمن قيل، ولكن يهمنا جدا أنه أصبح ثقافة في المجال الديني لدى كثير من الناس. ينبغي للمؤمن أن يفكر فيما ينفعه مع الله. الكلمات والشقشقات الفارغة لا تنفع. وقيل: رؤي الجنيد مرة في المنام فقيل له: يا أبا فلان حدثني عما وقع لك. قال: لم تنفعنا تلك الإشارات ولا تلك العبارات، ولكن نفعتنا ركيعات ركعناها بالليل والناس نيام. هذا الذي ينفع الإنسان إذا أخذ بالسلوك إلى الله عز وجل، لا يعقل أبدا. يعني مثل هذا الكلام نزنه على منظار السنة ومنظار القرآن قبل ذلك أيضا: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها. ألم يطمع رسول الله في جنة الله؟ ألم يخف رسول الله من نار الله؟ بلى والله، وقد ثبت بالتواتر، التواتر من كل جهة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى خوفا من الله، وحوادث بكاء رسول الله خوفا أكثر من أن تحصى. اذكروا بكاءه عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، هو وأبو بكر بكيوا في حادثة إطلاق أسرى بدر، حينما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أشار عمر بقطع رؤوسهم، وأشار أبو بكر بإطلاق سراحهم وقبول الفداء، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فنزل القرآن يؤنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلق الأسرى، فما كان له أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فجاء لوم شديد من الله عز وجل، وجعل رسول الله يبكي خوفا من رب العالمين ومن عذاب رب العالمين، حتى أدركهما، أعني أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، أدركهما عمر فقال: ما يبكيكما؟ فإما وجدت بكاء فبكيت، وإن لم أجد تباكيت. كيف يبكي رسول الله ويبكي خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ولا يبكي عمر؟ فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عاتبه في إطلاق أسرى بدر وأنبه على ذلك. هذا خوف، خوف. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. إذا كان هو أخشى الناس فيكون إذن هو أخوفهم من الله عز وجل. وأكثر من مرة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع القرآن يقرأ من غيره، وكان يقول: أحب أن أسمعه من غيري. أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فكان إذا سمع آية تحدثه عن العذاب أو تحدثه عن رسالته هو عليه الصلاة والسلام بكى خوفا من أن لا يؤدي الأمانة حقها. فكان أخوف الناس من الله، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجبريل، وما أدراك ما جبريل، بكيا معا خوفا من الله. خوف الله ثابت بالكتاب والسنة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى الناس عليه الصلاة والسلام، أرجى الناس فيما عند الله من نعم وجنة. ولا يعقل أن يغطى هذا الكلام بقولهم: وإنما أعبدك لأنك أهل لذاك. نعم، نعبده سبحانه لأنه أهل لذاك، يستحق أن يعبد عز وجل بذاته وبجمال صفاته وأسمائه
ولكن أيضا لا يتعارض هذا، لا يتعارض ولا يتناقض من أن نعبده خوفا منه ومن أن نعبده رجاء فيما عنده. الإنسان ضعيف، ثبت أن أيوب، وما أدراك ما أيوب، العبد الصابر الأواب، نعم العبد، أليس في حقه وفي حق مثله قيلت نعم العبد إنه أواب. فهذا النبي الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما شافاه الله من الداء العضال الذي تعرفون، وقد قالته القبيلة، عافوه الناس ورماوه، وشفاه الله عز وجل وصار إلى أحسن صورة، ألقى الله عليه عز وجل سبحانه وتعالى، ألقى عليه سربا من جراد من ذهب، رمى عليه سرب ديال الجراد بالذهب، فجعل أيوب عليه السلام يجمع في ثوبه ويحثو يجمع الذهب. قال الله عز وجل واش ما كفاكش أنني شافيتك وعطيتك الأهل ديالك وفضلتك؟ قال له ومن يشبع من نعمتك يا رب، ومن زعم أنه شبع من نعمة الله فهو كذاب. لا يمكن أبدا أن يشبع الإنسان من فضل الله ومن خيره، لأن فضل الله عز وجل لا ينقطع، كلما أراك الله فضلا جديدا إلا واشتقت إلى ذلك الفضل، حتى ولو غمرك بفضل قد تظن بأنه ملأ عليك الدنيا، إذا أراك الله فضلا آخر لا تشبع بعد ذلك وتطلب هذا الفضل. وثبت حتى في حق أهل الجنة، أذكر حديثين اثنين من أن الإنسان لا يشبع من فضل الله. الحديث الأول في حديث قدسي صحيح، أن ابن آدم أحد العباد ممن أكرمهم الله بالجنة لا حرمنا الله منها في الجنة، هذا عبد في الجنة، قال يا ربي أريد أن أزرع. هذا كان مبلي بالفلاحة، مبلي بالفلاحة في الدنيا، دخل الجنة وتذكر الفلاحة، بغى عاود يفلح فيه البلياد الفلاحة، بغى يفلح مرة أخرى في الجنة. قال له الله عز وجل عندك كل شيء، ليش غادي تمحن تفلح؟ يعني المعنى الكلام. فقال يا ربي أريد أن أزرع، فمكنه الله عز وجل من أرض، ومكنه الله عز وجل من البذر، أعطاه الأرض، أعطاه الزريعة، وزرع هذاك الإنسان تلك الأرض، فصار كالحائط، يعني بحال شي جنان عالي كالنخل، الزرع ولا طويل بحال النخلة، يعني عدة أمتار في السنبلة. فقال له الله عز وجل، وهذه الصيغة صيغة الحديث القدسي الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له الله عز وجل دونك يا ابن آدم لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء، يعني هانت هالزرع ديالك أحصد لا يشبعك شيء. والحديث الثاني وهو لسائر المؤمنين الصالحين، سوق الجنة، وهو من أجمل الأحاديث وأطراها وأنداها الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما يجتمع أهل الجنة في السوق، وسوق الجنة ينعقد يوم الجمعة. مع الأسف الناس في بعض المناطق يديروا السوق ديالهم في الدنيا نهار الجمعة، ومعروف حرمة البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة. في الجنة يعقد الله للمؤمنين سوقا يوم الجمعة، هذه الجمعة اللي تحرموا العباد الصالحون اللي تحرموا من السوق ديالها في الدنيا، كيعقدوا لهم الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، سوق الجنة الذي يكون يوم الجمعة، فيذهب إليه أهل الجنة، يمشوا يتسوقوا هذا السوق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا السوق في كثبان، يعني واحد التلال حل شي جبال صغار، وهذه التلال من رمال وتراب، رمال وتراب، تلال جبال من رمال وتراب، ولكن هذه الرمال والتراب هي رمال المسكي وتراب المسك، تراب ديال المسك ورمال ديال المسك. فتهب ريح الشمال، ريح جي شمالية، والمقصود بالريح الشمالية هنا إنما يفهم على سياق الشمال الموجود في الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الصحابة العرب الذين يسكنون المدينة المنورة، وكانت للجزيرة العربية ريحان، ريح جنوب وريح شمال أو شمأل، كما قال امرؤ القيس للذي يعرف من معلقة امرئ القيس شيئا، لما نسجتها من جنوب وشمال، يقصد أن الريح الجنوبية والريح الشمالية نسجت تلك الآثار التي كانت في المكان والطلل الذي يبكيه. الشاهد عندنا أن ريح الجنوب كانت حارة شديدة، كتجيب يعني بحال اللي نسميه هنا في المغرب الشرقي، يجي حار، فكان يشوط الوجوه والشفاه، هذه جنوب الجزيرة العربية. أما ريح الشمال فكانت تأتي طارية ندية، لأنها كانت تجي من البلاد الباردة، من البلاد اللي فيها الأشجار، وهي بلاد الشام، الشام معروف الآن سوريا وفلسطين
ولبنان وهي بلاد خضراء ومطلة على البحر، فتأتي إذن بنوع من الطراوة والنداوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فتهب ريح الشمال، لأنها ريح طرية ندية تهب في الجنة، وإنما المقصود أنها ريح يعني تأتي بنداوة وطراوة، فيها ندى فيها جمال وفيها برودة لطيفة، فتحمل من التراب، وأي تراب؟ تراب المسك، كتهز هذاك التراب وتعطيهم اللجة، وتحثو في وجوههم نداوة وتراب مسك، فتصطبغ الوجوه بالمسك وتعود الوجوه إلى المنازل والدرجات في الجنة وقد اصطبغت بجمال المسك طيبا ولونا. وقبل ذلك هؤلاء الذين يتسوقون ويحضرون سوق الجمعة، الله عز وجل يزيدهم فضلا نعمة أخرى، يقول لهم ربي عز وجل: واش باقي تزيدوا شي نعمة؟ كيقولوا: باقي يا ربي شي نعمة أكثر من هذا الشيء اللي احنا فيه. كيقول لهم: باقي. وهذه النعمة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فيريهم الله عز وجل من جمال وجهه بما شاء وكيف شاء، بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، ما تنبهر له القلوب والأعين وتنظر من النضارة والطراوة الوجوه المؤمنة له. وقد سبق ذكر قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والنضارة، فهي ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا النظر هو الذي جعلها تنظر وتصبح ذات نضرة وذات جمال بسبب النظر في وجه الله الكريم، لا حرمنا الله أجمعين منه. طيب، إذا كان هذا جميعا، فإنما لنقرر مبدأ، وهي أن الإنسان لا يشبع من نعم الله ولو كان نبيا ولو كان مرسلا، فما بالك بالذين من دون رسول الله من العباد والصالحين والعلماء، هم أيضا في حاجة أيضا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يستزيدوا من فضله، ومن أن يطمعوا الطمع فيما عند الله. الطمع فيما عند الله ليس منقصة، بل هو مدح وجمال في الإنسان، وكذلك خوف الإنسان الصالح من الله عز وجل. أو ليس في الأبرار، وما أدراك ما الأبرار؟ الذين بروا بعبادة ربهم، أي وفوا حق التوفية فيهم. قال الله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف في العبادة يجلب النظرة ويجلب السرور، وبالتالي بعد ذلك يجلب المحبة. حينما تخاف ليس بالضرورة تكره، لو كان هذا الخوف متسلطا ظالما، لما يكون الخوف بسبب الظلم، هذا خوف يؤدي إلى الكره والبغض. ألا ترى؟ ولله المثل الأعلى، وإنما من باب التمثيل ولا مشاحة في الأمثال، أن الإبن والطفل قد يخاف أمه ويخاف أباه، بلى، ولكن لا يكون هذا الخوف سببا في كره أبويه، هو يحب أباه وأمه ويخافهما، ولا تناقض بين الإحساسين والأمرين، لا تناقض، بل هما متكاملان. ولله المثل الأعلى، أقول خوف الله لا يقتضي أبدا ألا تحب الله، حاشا لله. فأن تخاف الله عز وجل وأن تحبه سبحانه وتعالى كلاهما معنى متكامل مترابط، لا يمكن لمؤمن أن ينكر ذلك أبدا. من هنا وجب للمؤمن حينما يقرأ تراث السابقين، وأقول تراث السابقين ليس كله شر، ما نكونوش عضو من الطرف الجهة الأخرى وننكر كل ما كتب الذين سبقوا، لا، فيه خير وفيه شر، فيه حق وفيه باطل. والمؤمن العاقل من انتقى الحق وترك الباطل. نأخذ كلام الناس وننظر إليه بمنظار كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وجدناه حقا لا نفرط فيه. تجربة تعبدية بشرية إن لم تنفعك فإنها لا تضر، وما وجدته من الباطل فدعه واتركه. ومن هنا أقول: الخوف والرجاء والمحبة كلها مصطلحات متكاملة، يمكن للمؤمن أن يجمع بينها جميعا، بل يجب عليه، مش غير يمكنه، يجب عليه أن يجمع في عبادته لله بين خوفه لله ورجائه في الله ومحبته لله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم تسليما. ننتقل إلى شيء آخر متعلق بالمحبة. من أهم الأشياء الجالبة للمحبة أن الإنسان المؤمن يطالع جمال الله عز وجل، جمال الله، لأن المحبوب لا يكون إلا جميلا، لا نحب الشيء القبيح أبدا. وفي الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وصفة الجمال إذن هي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام يحب الجمال لا ينبغي أن يحمل على جمال الوجوه إطلاقا، فهناك حديث يفسر هذا ويشرحه، وإنما تفهم السنة بالسنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فجمال الصورة لا يغني أبدا عن قبح القلب، إذا كان القلب قبيحا فجمال الصورة يكون حينئذ قبيحا. يعني ليس المقصود أن الإنسان يستقدر وجه ابن آدم لمجرد أنه في لون كذا أو في شكل كذا، لا، ولكن نستقدر الوجوه التي تنم عن الكفر وتنم عن الفجور، وهذا شيء مشاهد ومجرب. أرأيت أنك قد تصادق صاحبا لك يكون في وجهه من تناسق الأشكال، يعني في وجهه ديالو مزيون مقاد، ولكن حينما يبدو لك منه شر وبغض من اللي يكيد لك ويدير لك المصايب بعد ذلك تكرهه، ويصبح وجهه الذي كان يعجبك قبل أبشع من وجه إبليس في نظرك حينئذ. لأن الجمال الحق إنما ينبع من قلب الإنسان، وكثيرا ما يتعلق قلب الإنسان بوجه قد يذمه الرائي لأول مرة، ولكن حينما تصاحبه وتجربه تجده فعلا ذا جمال، جمال الروح وجمال النفس وجمال الخلق. وفي ذلك أحاديث كثيرة، ذكرت من هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن أهم الأحاديث في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر في الشمائل المحمدية، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعرف رجلا بدويا، واحد الرجل كيجي من العروبية من البادية، وكان أسود الوجه زميم الخلقة، كان الوجه ديالو مخصر كما نقولوا بالدارجة، وكان اسمه زاهر، سميته زاهر، هذا سميت هذاك الرجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا لجمال قلبه وجمال سلوكه وجمال عبادته، وللعبادة جمال تفيض من قلب العبد على وجهه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا، لأن القلب إذا استنار استنار البدن كله، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ثم بعد ذلك قال واجعل في لسان نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا. الإنسان يصبح هالة من نور بحال القمر، كاين القمر في دائرة ومن بعد منه دائرة كبيرة ديال الشعاع ديال القمر، كتسمى في العربية الهالة، لأن النور ينبع من ذات القمر ثم بعد ذلك يفيض على جنبات القمر. حينما يفيض النور من قلبك الذي يبثه الله فيه بسبب كون القلب محبا لله الواحد القهار سالكا إليه بالعبادة، فإن هذا القلب يفيض بالنور على الوجه، فيبدو على الوجه جمال يراه الصالحون حتى ولو كان هذا الوجه أسود أو غير متناسق الأشكال، فيتناسق حينئذ النور الرباني الذي يفيض من عيني صاحبه ومن لسانه ومن أذنيه ومن كل أشكاله، فيكون محبوبا، بل يوضع له القبول في السماء والقبول في الأرض. وإن الله عز وجل في الحديث الصحيح إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل أهل السماء من الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك ينادي أهل الأرض من الصالحين إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه الصالحون ويوضع له القبول في الأرض. وهذا مشاهد ومجرب نراه في كثير من الناس الذين قد يذمهم بعض الناس ولكن لهم قبول بين الناس، لهم لطافة ولهم قبول، وقد رأيناهم وشاهدناهم منهم من مات ومنهم من ما زال حيا،
يعني ليس هذا أمرا غريبا يحتاج إلى ولاية بصورة معقدة وأكثر عبادة وإلى آخره، إنما يحتاج إلى صفاء القلب، صفاء القلب مع الله عز وجل والصدق مع الله عز وجل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى حديث زاهر. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو في السوق، كان زاهر كيتسوق جاي من العربية كيبيع أو كيشري في السوق ديال المدينة المنورة، وبلا ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شدوا من وراه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شد زاهر وشدوا بيديه فعانقه من ظهره، وبقى زاهر قانط شكون اللي شدوا زيره من نور، كيقول أرسلني أرسلني أرخيني أرخيني اطلق مني شكون هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس من يشتري مني هذا العبد، ولا يدير بحال راه يبيعو، يعني شكون اللي يشري مني هذا العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكت، ولكن النكت ديال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما فيهاش الكذوب، وهو عبد زاهر عبد عبد لله الواحد القهار. من يشتري مني هذا العبد؟ من لي زاهر عرف صوت ديال النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتحكك بظهره على صدر النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يحك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقاش باغي يتفرق معاه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اذن تجدني بائرا يا رسول الله، الا بغيت تبيعني ما نسوى حتى بصله، تجدني بائرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غال، تغالي عند ربي، لان الله يحبك، لانك محبوب عند رب العالمين، والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. اذن من هنا الانسان المؤمن الفاطن يدرك ان الجمال الحق الذي يقود الى المحبه، والله جميل، انما نتعرفه ونتلمسه في ذات الله وجمال الله عز وجل، لان الله يفيض بجماله على العباد، كيف ذلك؟ من خلال اسمائه الحسنى، وقد سماها الله عز وجل الاسماء الحسنى، فله الاسماء الحسنى فعلى صيغه ديال التفضيل، يعني قمه الحسن، والحسن هو الجمال، اسماء الله جميله وانها لا كذلك. كيف يتلمس العبد جمال الله؟ من خلال اسمائه الحسنى. اسماء الله عز وجل الحسنى هي ابواب، ابواب العباد الى رب العباد، يعني ان الانسان اذا بغى يعبد الله عز وجل ويذوق حلاوه الايمان يطرق باب الله من خلال هذه الاسماء الحسنى، بما بالخضوع والخشوع وبجمله الدعاء فادعوه بها، هذا المقصود، فادعوه بها. حينما تمرض تسال الشافي وتستريح، حينما تفقر تسال الغني وتستريح، حينما تجوع تسأل الرزاق ذي القوة المتين وتستريح، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فيرزقك، حينما تخاف تسأل القهار الجبار فيحميك. كل أسماء الله الحسنى تبعث الأمن والسلام والطمأنينة في قلوب الناس ممن يطرقون باب الله متعبدين خاشعين خاضعين موحدين لا مبدلين ولا مغيرين. الإنسان المؤمن اللي بغى يتعرف على الجمال الإلهي عليه أن يطالع ذلك الجمال ويشاهده، أن تعبد الله كأنك تراه، ويشاهده من المشاهدة الوجدانية القلبية، وإنما تشاهده بمشاهدة أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه عز وجل وعلا. أسماء الله، وقد أشرت قبل إلى أن جمالها لا ينقطع، أو ليست أسماء الله، جمال ديال أسماء الله الحسنى ما عنده حد، ولذلك سماها عز وجل الحسنى بالإطلاق بلا تقييد ولا حصر، فهي حسنى ممتدة الحسن، ممتدة الحسن امتداد الغيب نفسه. فهذه الأسماء إذن حينما نشاهدها نشاهدها في عبادتنا لله عز وجل، حتى ولو كانت أسماء تدل على الجبروت وعلى الكبرياء، وقد ذكرت هذا وأفصله الآن بحول الله عز وجل. يمكن الإنسان يفهم بسهولة، يفهم بسهولة كيفاش أن الرحمن من أسماء الله الحسنى، لأنه من الرحمة، الرحمة كتجيك مزيانة، حسنى فهو اسم حسن بل أحسن، والرحيم أيضا، والغفور والودود من الود وخالص المحبة، صفو المحبة، المحبة الصافية 100% هي اللي كتسمى الود. فالله عز وجل إذا أحب عبدا وده، من المودة اكثر من الحب، مودة قمة الحب، الحب الصافي الحق هو المودة،
وكان الله عز وجل هو الودود سبحانه وتعالى. هذه أسماء يسهل على الإنسان أن يفهم جمالها وحسنها. يسهل لك تفهم جمال وحسن هذه الأسماء. وأحيانا قد يرتبك بعض الناس في فهم جمال اسم الله عز وجل القهار الجبار المتكبر. علاش كيوقع لنا اضطراب؟ لأننا كنديروا القياس الباطل، كنقيسوا أسماء الله على أسماء بنادم، وهذا غلط. ما تقارنش رحمة الله برحمة بنادم والسماحة ديال الله بالسماحة ديال بنادم. لما تقارن بهذا المعنى غادي تغلط في فهم اسم الله الجبار القهار، لأنه كتقارن مثلا اسم الله المتكبر بصفة الإنسان المتكبر. الكبرياء والتكبر في الإنسان صفة مذمومة. الإنسان المتكبر ما يصلح ما يسوى، ولكن الله عز وجل هو المتكبر. ولكن مع ذلك هذا الاسم المتكبر يدخل ضمن أسماء الله الحسنى، قمة الجمال. الكبرياء في ذات الله قمة الجمال، أقول من بين أنوار ذلك الجمال غير واحدة، مما لا حصر له من أنوار الجمال لهذا الاسم الجميل المتكبر، أن الله عز وجل لما جعل الكبرياء صفة له وصفة له وحده دون سواه، لأن الله عز وجل منع من أن يتكبر الناس في الأرض، حرم الكبرياء على الناس. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قصمته. العز والكبرياء والتكبر صفات الله عز وجل بوحده، ما كينش واحد عنده الحق يكون متكبر في الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ من معانيه أنك إذا وجدت عبدا متكبرا فاعلم أنه كذاب لا يستطيع. ما معنى المتكبر؟ متكبر في الإنسان، أقول في الإنسان، يعني أنه بغي يدير الرسول شي حاجة مضخمة، ولكن بنادم مضخم. كل العباد عباد، كل العباد ضعاف. ومن الحق، من الحق الذي ذكره أهل التصوف الأوائل وينسب إلى رابعة العدوية، هذا المرة نقول الحق في حقها كما ذكرنا بعض الباطل مما نسب إليها، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا كلام نسب إلى رابعة العدوية، وهو كلام مليح وجميل أيضا. وكل الذي فوق التراب تراب. فإذا كان هذا الإنسان المتكبر قطعة من تراب، طوبة غادية، طوبة كب عليها الماء تدوب. والماء ديال الإنسان هو الموت، نهار يدخل فيه الموت يدخل فيه الهرم غادي يدوب. فمن أي شيء وبأي شيء يتكبر عبد على عباد؟ وأنت إنما أنت عبد مع عباد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. والتقي لا يتكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التقي لا يتكبر. فإذا تكبر أحد الناس فاعلم أنه يعاني من نقص في شخصيته، هذا مرض نفسي. لكي يتكبر عنده عقدة نفسية، عنده عقدة نفسية ناشئة من بعض الضعف أحسه. كيكون ضعيف واحد الجانب إيش كيدير؟ كيبدل هذاك الضعف بالنخوة والنفخة، وهو مسكين راه الله اللي علم به. مثل هذا يستحق الشفقة. تشوف واحد متكبر يقول مسكين حسن عوان وأشبه باش راه يتكبر. ولذلك لا يكون التكبر البشري، التكبر البشري لا يكون إلا شكلا كرتونيا كما يقولون، غير الكذوب. كالنمري من ورق على جبل كنمر، ولكن ورقة بالكرتون وشي خلع بقي يزهر النمر ديال الورق. فالمتكبر من البشر كذب. منين عرفنا هذا؟ عرفنا من حاجة واحدة، وهو أن الله تسمى بالمتكبر. ما دام أنه سبحانه جعل هذه الصفة له وحده، كتعرف أي متكبر على وجه الأرض كذاب مريض، يستحق تصدق عليه بنوع من العلاج النفسي وتخسر عليه. مسكين أشنو كيوقع لك؟ كترتاح، بحيث أن حتى واحد ما كيقدر يتكبر عليك، واخا هو راه متكبر أنت ما كتأذاش نفسيا، ما كتحس زعما بالقهرة والضيم راه متكبر. بالعكس كتكون أنت في حالة نفسية أحسن من ذلك المتكبر بكثير، تشفق عليه وتفكر كيف يمكن أن يعالج هذا الشخص نفسه، أو أن تعالجه بكلمة طيبة أو موعظة أو شيء من هذا القبيل. لأنك تعلم حقيقة بأن هذه الصفة التي أراد أن يتحايل عليك بها ويتصف بها إنما هي صفة رب الكون، وهذا عبد من العباد ضعيف، ضعيف جد ضعيف أو ضعيف جدا. فكيف يتكبر عبد؟ لا كبرياء لأي عبد،
وإنما الكبرياء لله الواحد القهار. فثبت بهذا أن اسم الله المتكبر جميل وحسن وأحسن ومن الأسماء الحسنى، لأن به استقر السلام والأمن في قلبك. بهذا الاسم ديال المتكبر القلب ديالك يرتاح. وكذلك الجبار، لو تجبر شخص فرعون أو طاغوت أو أي من الناس في الأرض، ظالم له مال له جاه كيفما كان، تدرك أنه هو أيضا مريض يحتاج إلى علاج. وكذلك كان فرعون، كان أجبن الناس فرعون في صراعه مع موسى عليه السلام، إنما كان يخفي في شخصيته المتهالكة المضطربة، كان يخفي جبنا وضعفا وخوفا على ذاته وألوهيته التي زعمها على الناس، لأنه قال للناس أنا إله أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه ضعيف، وهو يعلم أنه يأكل الطعام وما يتبع الطعام من ضرورات الاستخلاء البشري الضعف. فهذا الكبرياء، هذا الطغيان الذي كان لدى فرعون، إنما كان يعبر عن جبن وعن ضعف. ودائما كيقولوا بالدرجة طوبة الخواف، حجرة الخواف كتكون كبيرة، ولذلك الطغيان هو حجرة أو طوبة فيد الخواف. أما الآمن، الآمن حقا المستوي حقا لا يتجبر، لأنك تعلم أن الجبروت صفة لله وحده، وترتاح وتعلم بعد ذلك أنه لم يكن ما أخطأك ليصيبك، ولم يكن ما أصابك ليخطئك، وأن هذا العبد الذي قد يعتدي عليك أو يظلمك لا يصلك إلا بما قدر الله عليك أو لك. وحديث الغلام أو الغليم الذي يعتبر أصلا من أصول الدين في معناه، وهو ثابت بنصوص القرآن الكريم، يعني هذا المعنى هذا متواتر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أيضا، يعني يريح الإنسان، لأن الإنسان حينما يرسخ مثل هذا المعنى في قلبه يجد في قلبه الأمن والسلام. حديث يا غلام يا غليم اللي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عباس طفل صغير مركب النبي صلى الله عليه وسلم على الدبة من وراه، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه فقال له يا غلام يا غليم، للتحبيب والتقريب، إني معلمك كلمات، واحد الكلمات غنعلمهم لك، هما صغار ولكن المعنى ديالهم كبير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ويجد الإنسان بعد ذلك راحة وطمانينة لا يجدها إلا المؤمن حقا. وإنما يحتاج إلى إبراز عضلاته وقوته وجبروته من فقد الأمن وفقد السلام في قلبه وفقد الإحساس بكل هذه المعاني الجميلة التي يعطيها لك القرآن وتعطيها لك السنة النبوية، سرا متدفقا كجمال الماء البارد في صيف حار شديد الحرارة. فالمؤمن إذن يستقي هذا الجمال ويرتاح لهذا النور من جبروت الله. منين كتأخذ هذه المعاني؟ من جبروت الله، من كون الله جبارا ومن كون الله قهارا. ولذلك من خير الأسماء أن تعبد ابنك، اسمي عبد، ومن ذلك عبد الجبار، لأن من كان عبدا للجبار آمن من جبروت الناس، ومن كان عبدا للقهار آمن من قهر الناس، ومن كان عبدا للرزاق آمن من تفضل الناس، لأنه يوقن برزقه من عند الله عز وجل. وكل مؤمن هو عبد لله بكل هذه الأسماء وبكل هذه الصفات، بكل هذه الأسماء وبكل هذه الصفات. فأن يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله الحسنى على سبيل التعبد، يعني عبد الله عبد الرحمن ما شئت من أسماء الله الحسنى، فقد استفدت من جميع تلك الأنوار. ما يجيكش لبالك بأنه لما يعني تكون أنت عبد الرحمن راه ما معكش السند الإلهي الصفة ديال الرزاق ولا ديال الجبار، لأنك أنت غير عبد الرحمن، لأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، متعلقة بذاته سبحانه وتعالى كما قرره أهل العقائد في السنن الصحيحة بلا تعطيل ولا تأويل كما قيل وكما نقول أيضا. والمقصود من العبرة، احنا عندنا الغاية ماشي بهذه الرسوم، ولكن عندنا الغاية بالمعاني والآثار التربوية لهذه العقيدة الجميلة فعلا، التي تحتاج إلى فهم ذوقي يجعل المؤمن
يستمطر ويستعذب ذلك الجمال الذي تعطيه هذه الأسماء والصفات الإلهية للإنسان. قلت أسماء الله الحسنى لا تتجزأ، ما يمكنش تفرقها طرف طرف، سبحان الله عز وجل فذاته واحدة، هي أسماء متعددة لإله واحد. فإذا عبدت الرحمن استفدت من نور الجبار والقهار والرزاق كل الأسماء، فمن أي باب طرقت وجدت الخير كله عند الله عز وجل. من هنا إذن كان المؤمن الذي يريد أن يذوق من معاني المحبة يطرق باب التوحيد في أسماء الله الحسنى بحثا عن جمال هذه الأسماء. ما تخليكش واقف عند الأحرف والكلمات دون إدراك لحلاوة تلك الكلمات، عيش مع الله عز وجل من خلال أنوار أسمائه سبحانه وتعالى، من خلال جمال صفاته سبحانه وتعالى، كن في ذلك عبدا له في كل ذلك، أعبده بصفته الرحمن، أعبده بصفته الرحيم، أعبده بصفته الملك، أعبده بصفته القدوس، أعبده بصفته السلام، أعبده بصفته المؤمن، بصفته المهيمن، بكل صفاته وأسمائه. تذوق ذلك في قلبك، اجعل نفسك تسلك إلى الله عز وجل عبر كل هذه الأنوار، فإنها أنوار متعددة تقود إلى رب واحد، واحد أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وتجد بعد ذلك في قلبك طمأنينة من كل جانب، من جانب المرضي، من جانب الخوف، من جانب الرزق، كل الجوانب ديال الأمور ديال الدنيا وديال الآخرة كتلقى القلب ديالك مطمئن، وتحس حينئذ بالجمال، وتحس حينئذ بالسلام، وتحس حينئذ بالمحبة، كتولي تحب الله عز وجل. راه ماشي عبث الناس، ماشي عبث وماشي غلط، سبحان الله، يذكر الله عز وجل في القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم؟ الحب ميل القلب، مال القلب ديال المشركين الأوثان، مال قلبهم. أفرأيت من اتخذ إلهه أهواه، هذه الأهواء مالت أحيانا إلى عبادة أحجار، لأنك تكون الأحجار في مرحلة من المراحل رموز، رموز لواحد طبقية اقتصادية مثلا، بسبب واحد مجموعة من الأحجار، شي واحد مهيمن على الخزينة ديال الوثن يأكل ويشرب منها، أو مهيمن على واحد مكانة اجتماعية واكل وشرب منها وله جاه وسلطة منها، أو شيء من هذا القبيل. هذا حب أيضا، الإنسان يميل إلى حب المال، يميل إلى حب السلطان، يميل إلى حب الجاه، يعني أن يكون متسلطا ذا جاه ذا مال، تلك شهوات الحياة الدنيا، وهذه فطرة في الإنسان، ولكن إذا انحرفت عن الطريق أدت إلى خسارة ودمار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه محاسن أيضا للدنيا وللآخرة إن وجهت في طريق الآخرة، أما إن استغلت صارت أوثانا. إذا استغلها الإنسان بشكل عوز هذه الأمور، هذه الشهوات التي ذكرت في هذه الآية من أوائل سورة آل عمران، تصبح أوثانا تعبد من دون الله، لأن الأهواء تتعلق بها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يتعلق الهوى بحجر أو بشجر أو ببشر، فيميل القلب، يصبح القلب مملوكا لذلك الوثن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي قرناء يقرنونهم بما لله من فضل وجمال وجلال، فيحبون هذه الأشياء بما ينبغي أن يجعلوه لله، يحبونهم كحب الله. ولكن الذين آمنوا، المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا، أشد صيغة ديال التفضيل، صيغة ديال التفضيل، يعني هم في محبتهم لله أشد حبا لله، أكثر تعلقا على المستوى الوجداني القلبي بذات الله وصفاته من تعلق المشركين بتلك الأوثان المادية أو المعنوية. قلت ماشي عبث، ماشي غير لعب، ذكر لنا الله عز وجل هذه الكلمة ولا الكلمة الأخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة المتبادلة بين الرب وبين عبده، الفرح، الفرح المتبادل بين العبد وبين ربه. لله أفرح بتوبة أحدكم يجد ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا
رضا شعور وإحساس نفسي يشعر فيه الإنسان بالراحة، راضي، ما طيرلوش، ما غضبانش. ولا يكون الرضا إلا عن شيء جميل، لا ترضى على القبيح، لا ترضى على الشيء المقرف، وإنما ترضى على الشيء الجميل ذي البهاء، ذي الجمال، ذي الجلال. والله كذلك سبحانه وتعالى، فيمد عباده الصالحين بشيء من ذلك، فيرضى الله على عبده الصالح، ويرضى العبد على ربه بما من عليه. رضيت بالله ربا، رضيت في الحديث رضيت بالله ربا، أي رضيت بجمال الله، رضيت بصفات الله، رضيت بأسماء الله، رضيت بما من الله علي من خير وفضل. هذا كله يعلق القلب بالله. وذكرنا في الحصة السابقة الرجل من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يمشي يديع في نبغى حينما ينادي يجي يجري للقلب دياله، لأنه معلق بحال هذيك التريه، معلق تمه، ما عنده فين يهرب، ما عنده فين يطيش ولا يديع، يمشي فين ما مشى يرجع الإنسان إلى قلبه، لأن كل مواجده سكنت في القلب. والقلب إذا تعلق بالله لا يفصله عنه شيء، ما يقدر حتى شي شيطان يجي يوسوس لك ولا يتلفك عن عبادة الله حينئذ، لأن مسلكك إلى الله عز وجل كان هو مسلك المحبة. هذا معنى من زبدة العبادة. قد يخطئه إثنان، جوج الناس يغلطوا فيه، أحدهم قرأ هذا الكلام في كتب التصوف، قال هذا الطرقية لاش يصلح هذا الشيء، ورماه ضاع، قلت له هذا ضاع. واحد خدا داك الشيء بما فيه من فساد وما فيه من اعوجاج مما ذكرت قبل، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها. غلط، وضاع أيضا في كثير من البدع. والإنسان الكيس الفطن والمؤمن كيس الفطن من أخذ الوسط، أطيب ما عند هؤلاء وأطيب ما عند هؤلاء بمنظار السنة النبوية. شوف الإنسان شحال فيه الدعوة، الزعامة، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، شكون يقد على نار جهنم؟ دعوة، كلام خاوي، سأل الله العافية. أما قوله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فلأنهم عرفوا الله عز وجل، لو لم يعرفوه ما أحبوه. وكيف كان حبهم أشد، أي أكثر وأرفع وأعمق وأقوى من حب الآخرين للأنداد؟ قلت كان ذلك لأنهم قارنوا بين الأمرين، لأن صيغة التفضيل كتوقع بين جوج، بين اثنين، إنما يقع التفضيل بين اثنين أشد حبا لله. فالذين آمنوا عرفوا آلهة الذين كفروا، عرفوا آلهة المشركين، أحجار أو أشجار أو أموال أو مناصب، عرفوها وزاهدوا فيها، ثم عرفوا الله بعد ذلك، وعرفوا ما لهذه الأشجار والأحجار والأوثان المعنوية، عرفوا ما لها من قدر وقدرها وضيع، وعرفوا ما لله من قدر وقدره عز وجل رفيع، فكان حبهم لله أشد من حب الذين كفروا لأندادهم. علاش؟ أيضا لأن الذين كفروا إنما عرفوا آلهتهم فقط، ماشي بحال المؤمنين، المؤمن عارف الله عز وجل وعارف ذاك الشيء الآخر من الأوثان الأخرى يعرفها، فهي تنازعه، راه تجبد فيه فيدعها ويتعلق بالله. أما الآخرون فلم يعرفوا الله، ولكن عرفوا تلك الأنداد فأحبوها، ولو قدر لهم أن يعرفوا الله وقدر لهم أن يهتدوا إليه لأحبوه. لكن معرفة الله ماشي تقول لهم الله كاسم فقط، لا، لأن الله لا يعرف إلا بأمرين، يعرف بالعلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعرف بالعلم، ثم يعرف بالعبادة، لأن العلم يعلمك الصفات ويعلمك أخبار الحق عن الحق سبحانه وتعالى. ولأن العبادة تذوقك ما معنى كل ما علمت، لأن الإنسان قد يعلم ولا يذوق ما يعلم، لا يعلم العالم حقيقة ما يعلم إلا حينما يذوقه، وذلك ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان. فحلاوة الإيمان إنما تدرك بالسلوك، بالأخلاق، بالعمل، بالسير إلى الله عز وجل. والمؤمن من جمع بين العلم والعمل، هذا المؤمن الحق الذي استوى إيمانه، من جمع بين علم وعمل، علم بالله وعمل لله، هذا هو الحق
الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن والذي يجعله فعلا يعرف من الله حتى يكون من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأدخلنا في رحمتك برحمتك، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.